خلونا نستمع ايضا لدكتوره جيهان مديح رئيس حزب مصر اكتوبر. دكتوره جيهان اهلا بحضرتك. جزاك عليك يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. يعني لماذا يعلن الحزب هذا الدعم والمطالبه بترشح الرئيس؟ بص انا يمكن هكون مختلفه شويه عن بعض الاحزاب، لان حزب مصر اكتوبر هو الحزب اللي خرجت منه حمله بامر الشعب بتكليف الفريق عبد الفتاح السيسي الترشح للرئاسه. يعني احنا لنا سابقه من ده في 2013 يعني. بالظبط كده، احنا كان لنا سابقه منذ عام 2013 مع بدايه الفريق عبد الفتاح السيسي قبل كمان ما يكون مشير، ان احنا نطالبه بالترشح، وجمعنا وقتها استمارات ما يقرب من 9,850,000 استماره علشان نطالبه بالترشح. لذلك احنا كنا مطلعين جيدا على البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس اللي احنا شايفينه بقى دلوقتي على ارض الواقع. فلما نكون شايفين هذا البرنامج تم تنفيذه على ارض الواقع ومحتاجين نكمل البرنامج بتاعنا، يبقى احنا مرشح الحزب بتاعنا هو الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال الانجازات التي تمت على ارض الواقع بالفعل. يعني بالتاكيد احنا عندنا سواء محور سياسي، احنا يعني لم نرى من قبل المرأة تعتلي منصب رئيس حزب وتاخد وضعها بهذه الصورة اللي احنا شايفينها في هذا الوقت، سواء كانت المرأة اليمين الوسطي او حتى المرأة في الجزء المعارض. فبالتالي عدد السيدات اللي زادوا في المجلسين النواب والشيوخ، عدد السيدات في داخل المجلس اللي في المحليات، لو جينا نتكلم عن الشباب وعن يعني وجود الشباب في الحياه السياسيه، لا في طفره كبيره جدا لوجود الشباب في الحياه السياسيه. لو اتكلمنا عن الاقتصاد، اعتقد انضمامنا لمجموعه البريكس اكبر رد على اننا ناس قادرين على حمايه اقتصادنا، وان احنا بالفعل مؤثرين في الاقتصاد بغض النظر عن الظروف الاقتصاديه اللي اكيد محيطه بالعالم كله مش بمصر بس. صحيح. اعتقد ان احنا يعني دي كانت شهاده في حق مصر قويه جدا لانضمامنا لمجموعه البريكس. لو اتكلمنا عن المحور المجتمعي، طبعا انا بتكلم بايجاز شديد، صحيح طبعا صحيح صحيح مداخله يعني، فبنتكلم بسرعه. لو اتكلمنا في الجزء المجتمعي فاعتقد حياه كريمه بين في كل مكان، ويمكن زيارتنا مع السيد الرئيس في الافتتاحات والمؤتمرات اللي احنا بنروح فيها وبنسافر لمحافظات الصعيد، سوهاج والمنيا واسيوط وكل هذه المحافظات اللي احنا تشرفنا ان احنا نحضر مع السيد الرئيس هذه الافتتاحات، على ارض الواقع احنا بنشوف حاجات لم نكن نتخيلها من بنيه تحتيه وطرق وكباري وربط الطرق دوليا واقليميا، يعني احنا بنشوف حاجات ما شفناهاش قبل كده. فاحنا بنقول احنا خلف السيد الرئيس الفتره القادمه بالفعل وضعنا خطه، واجتمع امبارح المكتب التنفيذي واللجنه العليا للحزب، صوتوا جميعا سواء بالداخل او الخارج على مرشح الحزب الرئيس عبد الفتاح السيسي. من بكره ان شاء الله انا خارج مصر للترويج لدعم السيد الرئيس للانتخابات الرئاسيه مع المصريين. صحيح. الخارج. يعني يعني اذا هذا هو الموقف، وخلينا هنبقى متابعين مع حضرتك هذه الجولة الخارجية. دكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر اكتوبر، بشكرك جدا على هذه المداخلة.